في تركيا 5 سنوات جديدة لرجب طيب أردوغان. النتائج الرسمية أعطت فوز رجب طيب أردوغان بولاية جديدة ليصبح معها الرئيس الذي يحكم أطول مدة في تاريخ الجمهورية بعد جولة انتخابية اتسمت بتنافس شديد غير مسبوق وعدم اليقين. 52% لرئيس المعاد انتخابه مقابل 48% لخصمه زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو. انتصر أردوغان بنسبة مشاركة عالية، انتصر فألقى خطابي نصر أمام الآلاف من أنصاره في إسطنبول ثم أنقرة حاملين لوعود جديدة عديدة. من إسطنبول مراسلتنا ويصل طنطنا. فتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من شرفة القصر الرئاسي في أنقرة الملفات المستعجلة على طاولة ولايته الثالثة، وبدأ في الخطاب الأول أمس ببعث رسائل طمأنة للشارع التركي عن أهم ما يشغله. انتهت الانتخابات وسنخصص جميع أوقاتنا لخدمة شعبنا وتضميد آثار الزلزال والمنكوبين على رأس أولوياتنا. إحدى أبرز أولوياتنا في الأيام المقبلة هي مكافحة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية وإيجارات المنازل. سنبدأ بشكل عاجل بتعويض ما ضاع من الرفاهية. بادر أردوغان بالحديث عن ملف اللاجئين السوريين والذي استخدمته المعارضة ومرشحها كمال كليتشدار أولو خلال حملتيها الانتخابيتين لحشد الأصوات. أعدنا بشكل طوعي نحو 600,000 سوري إلى أماكن آمنة في سوريا، والآن نتعاون مع قطر في مشروع للإسكان لتأمين إعادة نحو 1,000,000 شخص. تنتظر الرئيس تحديات كبرى في الداخل والخارج يعيد بالنجاح في مواجهتها في السنوات الخمس المقبلة. وصال طنطنة لميديا إسطنبول.